بسم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا باركو ايه فيديو جديد حلو. فيديو جديد ده قررنا الحمد لله بعد تشاور كتير ان احنا هنكمل في سلسله احسن حاجه، احسن شاورما. احسن النهارده هنعمل احسن شاورما فراخ في مصر. في مصر. وقبل ما نكمل الفيديو احب اقول المطاعم اللي تيجي النهارده دي مش هي احسن حاجه، بس انا عايز 5 مطاعم فمحتار. فاحنا ممكن نعمل الكلام ده قدام مستقبلا على كذا مرحله. كذا حد اعترض على في فيديو البرجر ان في مطاعم برجر هي ما ظهرتش، فاحنا ممكن قدام ناخد الحاجات اللي بتفوز وتطلع ونبدا نعمل منهم تصفيات بحيث يبقى 5 5 5 حاجات شبه كده. حلو. فالنهارده هنعمل مقارنه بين السندوتشات بس، وهتبقى فراخ زي ما قلت في منطقتي. يعني انا لسه حاليا مش عارف اجيب حاجات من بعيد قوي، دليفري هيجي من مناطق بعيده مش هينفع، لان في محلات تانية بتعمل شاورما حلوه جدا مش في منطقتي، هنذكرها في اخر الفيديو ان شاء الله. فانا كده عشان ماشيين بس مظبوطين. طيب هنبدا باول ايه، اول محل معانا وهو ابو مازن. هنكلمه ونطلب منه واحد شاورما كبير فراخ. جاهزين؟ يلا بينا. 011. شكرا لاتصالكم، جميع المكالمات مسجلة لضمان جودة الخدمة. برضه بنسجل برضه. والخط الساخن 19 675. كابتن محمد معاك حضرتك. مساء النور. تمام، بتسجل على الفندق باسم استاذ عمرو شريف. تمام، انا سامعك. اتفضل اوردر. كنت عايز واحد شاورما فراخ كبير. واحد ساندويتش شاورما فراخ سوري؟ سوري. اه. لارج او سوبر لارج؟ لارج. تمام، حضرتك تفضل. لكم داخل عرض الكومبو مع باكيت بطاطس كام بيتس. كومبو؟ ماشي. أي دفعة أخرى فنم. شكرا. شكرا. تمام، ما عملتش المهم. مش معقول يخرب بيتك، أنت بتجيب الكلام ده منين؟ والله يعني خدمة عملاء شغالة. أوكي، شوف اللي بعده. مين اللي بعده؟ أنس الدمشقي. بحبه الصراحة، مش هحيز له بس بحبه، لازم أقول كده عشان بحبه، بس هنشوف إيه الأحسن. 1 6 2. إيه ده؟ مش هحبه كده. يا انا نوس، مالك يا حبيبي؟ رد حبيبي. اوه جيت. اهلا بكم. هو في حاجه في الشبكه ولا في ايه؟ مش فاهم. الطلبات اضغط رقم 1. هو ده جهاز ده ولا ده بوق ده ولا ايه؟ مساء الخير يا فندم. مساء النور. ممكن لحظه بس اسالك لحظه معايا؟ اتفضل. على الحمام. الو، سابني ومشي. ايوه، مع حضرتك يا فندم. ممكن رقم التليفون؟ الفراخ الشاورما سندوتش كبير. تمام تمام، شكرا. انت نسيت تساله هو راح فين. نسيت اساله راح فين. ماشي، تاني واحد خلصناه. تالت واحد معانا هو ابو عمار السوري. مساء الخير يا ابو عمار. مساء النور. عمرني يا باشا. كنت عايز واحد فراخ سوري كبير. هو كله انا فاهم يا باشا. ماشي اوكي. تمام، ايه تاني؟ بس شكرا. عمر شرفنا يا باشا. اول مره. تمام، عمرو شريف. يعني خدمه معاك ماشي حلوه جدا جدا في الاول، بعد كده بقى السيستم بتاعهم عقيم، يقعد يكتب على الكمبيوتر واحده واحده، ما يكتب على الورقه، بعد كده يفضي الحاجات دي، بعد كده بعدين يعني ما تقعدش تكتب على الكمبيوتر وانت قاعد بتاخد اوردر من الشخص. مش كده ولا ايه؟ كده حلو. شاورمر 1 6 بيقولوا حلو. وحش قوي. شكرا لاتصالكم بهوت لاين. مساء الخير، كم حضرتك فنان؟ مساء النور. قول لك فين وعايز رقم؟ عايز رقم. هاي كم واش فاهم اتصال؟ اول مره اشوف اتصال. نورت باسمي عمرو شريف. عمرو شريف. ايوه اتفضل. ده حاجه ورا ايه؟ عايز واحد شاورما فراخ كبير. ساندوتش ولا كومبو؟ نعم، ساندوتش ولا كومبو. ساندوتش كومبو. 67 جنيه بالدليفري وصرف خلال 60 دقيقه. اصل ما كانش واضح خالص، هم كلهم وحشين ليه كده؟ مش حد حلو فاهم، كله كيكي كده. ابن الشام. ابن الشام، يلا بينا. مطعم ابن الشام. هو في ايه؟ والله انهم بيحبوا بيتزا هات قوي. ده اللي موجود احسن بيتزا هات من يوم مره. بص يعني شوف البتاع مش بيتزا هات يا متحاب. كانوا صعبين الصراحه، لكن ده ايه ده؟ مين ده؟ ده حقيقي وصل؟ ايوه ايوه ايوه. كنت عايز واحد شاورما فراخ كبير. انا بس في مصر الجديده. انتوا توصلوا مصر الجديده ولا لا؟ 60 جنيه؟ كتير قوي. لا خلاص شكرا. ايه ده، في ايه؟
60 جنيه ده انا كنت بتكلم عليه. في ايه؟ ان في مطعم بعيد جدا بيقولوا ان هو حلو جدا ابن الشمف، بس مش منطقتي، في بعيد ومش هينفع اجيبه، صعب. ايا كان يعني، ابو مازن السوري وصل، وانا حاسه بتصل على الناس. سرعه فائقه في كل ايه ده؟ ايه السرعه دي؟ كده هنضطر نغير المطعم، نجيب ايه بقى؟ جبدري يعني جوج ابو مازن السوري جوج. في بيقول الحطاب، والحته برضو اللي كنت بتكلم فيها في ايه، عشان هو نفس المنطقه. هم مش جنب بعض بالظبط، بس هم نفس المنطقه، فبالتالي برضو الوقت يعني سرعه التوصيل نوعا ما بتبقى محسوبه في الموضوع، لان هم مش جايين من اماكن بعيده جدا عن مكاني. ده قصدي عليه. طيب بما ان حصل كده فاحنا هنضطر نغير المطعم، فهنطلب من حطاب، هو جنبنا نفس المنطقه يعني. مساء الخير مطعم الحطاب. مساء النور. كنت عايز واحد شاورما فراخ كبير. هيكون باسمي نهلا عمرو شريف. سوري. تمام. شكرا. في منه كومبو ولا مفيش منه كومبو اصلا؟ في كومبو يا فندم. ماشي، هاتوا مش كومبو ده. حاجه ثانيه يا فندم. شكرا. كده يا جماعه الاوردر 66 بيوصل لحضرتك. شكرا. سندوتش 66. ماشي كده احنا طلبنا من الخمسة مطاعم، اولهم وصولا ابو مازن السوري اللي كان بيقول لي عايز كومبو. كنت اقول له ماشي، مش هقول له لا، بحس برضه هيتحسب في خدمه العملاء بشكل عام ان هو بيختار ليك وممكن يعمل ابجريد، وايه المشكله؟ هنشوف ايه الكومبو اصلا ده عباره عن ايه. طب هو عرض، طب ما عرضش خلاص، انا عايز كده سندوتش، فده اللي هنركز عليه اصلا. تمام كده خلاص خدمه العملاء، نديهم بقى نطلب خدمه العملاء خلاص. انا شايف الصراحه ان احسنهم الحطاب، هو كان احسنهم تقريبا صح. 5 نقط. اللي اختفى مين؟ اختفى كان انس. ابو مازن كان ياخد نقطتين ولا ياخد نقطه واحده؟ هو ليه ابو مازن كان اسوء واحد فيهم؟ ليه مش عمار السوري برضه؟ هما الاثنين كانوا سيئين الصراحه، انا ميت من الجوع. ابو مازن اخر عشان يوصل 16 دقيقه ربع ساعه، هنستنى الباقي. شاورما 18 دقيقه، نوت باد. ابو عمار السوري اخد نص ساعه، نص ساعة. باي أنس والحطاب وصل كمان. حطاب وصل 47، أخذ 47 دقيقة. أنس الدمشقي إيه ما وصل، ما وصلش. الجديد بالذكر برضه عشان نبقى مظبوطين، إحنا طلبنا كان في ناس تانية عايزين أوردرات تانية. هقول ده ولا ما أقولوش؟ قال 60، هو كده كده عدى 60. أنا فاهم، هو كده كده عدى 60. يعني هو كده حتى لو عنده 60 دقيقة عشان الأوردر بتاعي يبقى عندي أصلا. يعني هو قال لك كده كده الأوردر هياخد 60. كده مستنيين آخر واحد اللي هو أنس الدمشقي. هو الحطاب جاب لي السندوتش كومبو اصلا من غير ما اقول له عايز كومبو، مش عارف ليه. عادي مش كومبو ده، انا كنت مزهر من السعر فعلا. ليه يعني؟ ليه 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 بقى؟ ليه 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 يلا مش مشكله كده. انا سوسل اخد ساعه وربع. ماشي قشطه، هو المفروض يعني مينيمم اقل حاجه ساعه، هو اخد اكتر من ساعه مش عارف ليه. طيب نبدا بقى الريفيو بقى. اول حاجه هنقارن بينها هي الحجم، بس قبل ما نشوف الحجم هنزل نشوف الناس اللي جت معاها كومبو ايه الكومبو بتاعها. يعني مش هنقيمها بس هنبص عليها. بس اول واحد هنشوف الكومبو بتاعه الحطاب. بيبسي، بطاطس، سندوتش، منديل، وتوميه. توميه والجزر بتاعهم المخلل. شوف كده البطاطس بسرعه، بطاطس الحطاب اهي، بطاطس خير عجم دلوقتي، سندوتش حطاب. الحاجه بتاعته مش بطاله، حلوه. اللي بعده ابو مازن السوري، كنز، بطاطس، توميه وعيش، سندوتش. سندوتش اهو هنحطه عجم دلوقتي. حلو العيش، واو حلو، عجبني البتاع ده. بطاطس احلى حطاب، لذيذه. ماشي اللي بعده الكومبو التالت كان معانا مين؟ شاورما، سندوتش، بطاطس معاه كاتشب كمان، بيبسي، شفاطه حلوه دي، دي حلوه. بطاطس هو تعرفش ستايل مصري، بطاطس حلوه كاتشب، فطبعا ستايل مصري شويه. سندوتش على جنب، حلوين. مين اللي جاي؟ مين اللي جاي؟ كده باقي سندوتش انس وسندوتش ابو عمار السوري، هنحطهم جنب بعض ونشوف كده بسرعه. ابو عمار توميه، كاتشابين، سندوتش انس، سندوتش باكيشنج وبتاع. ماشي يعني ده برضه تحسه فيه نوعا ما ستايل مصري، بس في كاتشب وفي توميه، دي حاجه حلوه. هنا توميه ومخلل، بس انس في شغل. كل ده احنا مش هنبص عليه في التقييم اصلا، احنا بس بنعمل كده اللي هو حاجه تعريفيه مش اكتر من كده. فعشان كده هنبص بقى اللي هي اللي احنا اصلا مستنيينه كل ده، الحجم بقى ده اللي هنقيمه. وبعد كده هنقيم الايه؟ هنقيم ايه؟ بعد كده هنقيم ايه يا عمور؟ نسيت الطعم طبعا. الطعم
يلا نصهم. يلا بينا. خمسة شاورما. ها نشوف بقى مين اكبرهم حجما. ده اهم حاجه بالنسبه لي طبعا. المفروض ان هما يعني نفس الحجم تقريبا المفروض. الحطاب ومازن ابو عمار الله انس وشاورما. ماشي كده نقارن نقارن الطول مثلا. نقسم الحجم على حاجتين، الطول والعرض. نشوف مين اعراضهم نوعا ما. هو نوعا كده بسرعه اطولهم شاورما ابو عمار طوال، وتقريبا انس وابو مازن والحطاب قد بعض في الطول يعني. عايزين بقى نجرب نقسمهم كده ونشوف الايه ايه ده. تعال نشوف ايه. شوف السمك، الريحه تجنن 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 تجنن. انزلوا تحت بقى تعالوا نشوف الحجم عامل ازاي من تحت. بصوا كده مبدئيا كده الحطاب بتاعه سمك تقيل، هياخد خمسة. حطاب مليان ما شاء الله. انا استحسه مسخوط في نفسه كده مش عارف فيه ايه. هو مازن ابو عمار وشاورما تقريبا زي بعض، فرق كبير يعني. شاورما الاصغر هو بالنسبه للمزاج. اه المفروض ما عندنا عادي مزاج. هنيجي نوزن هاتوا. طيب هو طبعا يعني نوعا ما عملنا الموضوع بالشبه قوي، بس في حاجه احسن نوزنهم كده الحل. يلا بينا. هو فكره حلوه. ايه الشغل الكبير ده؟ نوزن كمان؟ لا 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 احنا طورنا قوي. هات اعطني مما اعطاك الله. حلو قوي. هنقيس دلوقتي الحطاب 274 جرام. تمام. اللي بعده ابو مازن 224. اللي بعده شاورما 231. انا سد مش ايه، انا قلت صح والله العظيم كنت تقيه صح. اقلهم بصوا 199 جرام. انا قلت هو مسخوط والله. واخر واحد ابو عمار السوري 227. اعتقد دول هما كده يحددوا مين احسن. خلاص دن. وفعلا احسن واحد فيهم اكبرهم حجما هو الحطاب زي ما قلنا في الاول برضه. جود. ناكل بقى ناكل بقى جود. بس قبل ما ناكلهم هنسخنهم شويه عشان طبعا بردوا مع الوقت، فلازم بس ايه عشان ناخد حاجه ظريفه وجميله كده هنسخنهم. تمام سخناهم ناكل بقى. نبدا باول واحد مين؟ ابو عمار السوري. بسم الله. ايوه هو حلو بس فراخ بس مفيش طوميه مفيش حشوه مفيش حاجه شغال. اللي بعده شاورما بسم الله. فراخ حلوه مش سوريه خالص اكيد طبعا. في خضار عكس ابو عمار كده حلوه. مفيش برضه صوص وحاجات وكده يعني تحسها ناشفه قوي مش جوسي زي ابو عمار برضه. ماشي اللي بعده انا سنت ماشي. تمام بسم الله. احنا بقى جوسي توميه وخضار وهي المخللات دي. نروح اللي بعده بقى ابو مازن الاصلي. بسم الله جوسي جدا حلو. طعم مش قد كده حلو بس مش تتبيلة ظاهرة قوي في الفراخ قوي. ما بحبش لما تكون تتبيلة ظاهرة قوي كده البهارات وحاجات فقعة كده في البتاع. شغال. نروح بقى لاخر واحد اللي هو مين؟ الحطاب. هل بقى الاكبر حجم هيكون هو فعلا طعم حلو او احسنهم طعم؟ هنجرب ونشوف. بسم الله. حلو الحطاب حلو. هو مش جوسي قوي بس حلو. مش عارف بطل اكل مش عارف بطل اكل حاسس ان هو حلو كفايه بقى. حلو قوي. نديله الكلام ده. انا الصراحه طعما حبيت فعلا انس فهديله خمسه. بعد كده حطاب جميل جدا اربع نقط. شاورما ابو مازن قريبين جدا من بعض.
ابو مازن ابو عمار ولا شاورما؟ تاخد بعض ناخد بعض. شاورما احسن شويه. يبقى واحد واثنين بس كده. نشوف بقى مين احسن واحد بقى. صح ولا ايه دقنا وطلبنا ووصلنا وصلنا كل حاجه خلاص بقى. نشوف بقى مين احسن واحد ترى مين كده. احنا محتاجين اولا نشوف سعر كل سندوتش لوحده كام على الموقع بتاعهم او مواقع الحاجات دي، عشان كان في حاجات فيها كومبو فبيبقى ظلم مع كل الحاجات التانية في الموبايل. المهم ارخصهم سعرا فيهم كلهم هو ابو مازن فياخد 5 نقط، وبعد كده الحطاب 26 جنيه، فطبعا ده سعر سندوتش صافي 4 نقط، وبعد كده اغلاهم هو شاورما فهياخد نقطه واحده كده. باقي انس وباقي ابو عمار السوري، نديهم ايه؟ 3-3 نفس السعر. متوقعش نفس السعر خالص، نفس السعر. يبقى كده مفيش حد اخير بقى، يبقى كده في قبل الاخير يعني. بس كده نجمع بقى، نجمع اخيرا، نجمع بقى نشوف. الحطاب 4 و5 9 و2 11 و5 16 و4 20. اوه ماي جاد، الحطاب اخد 20 نقطة. واو فعلا 20. الحطاب مكسر الدنيا. واو متوقعتش كده خالص. برافو حطاب، برافو، جود جوب. كان حظي هذا حظا سعيدا لكم، والسلام عليكم وبركاته. ايه القفله دي؟ اتمنى تكون المراجعه عجبتكم. ان شاء الله هنعمل حاجات تانية شبه كده كتير. هيبقى في حاجات تانية برضه، شاورما فراخ ولحمه تانيين. هنحاول نجيب مطاعم تانية ما جاتش في اماكن تانية من الرحاب. عندنا مثلا ابو حيدر في روكسي، عندنا سمسمه، وعندنا الاصيل في الرحاب. سمسمه ده افتقد في كذا حته، عملت منهم في اكتوبر. عندنا ابو فواز، اسمه ايه؟ فوزي، اسمه فواز، ده في بنها، حلو حلو جدا. في طبعا روستو اللي في اكتوبر برضو. ففي مطاعم كتيره ما جبناهاش لاسباب كتير، بس هنحاول الفتره الجايه نجيبها. فده كان ريفيو بسيط كده سريع، يعني تجربه لطيفه. ان شاء الله تكون التجربه عجبتكم. دي تجربه شخصيه بتاعتي انا، ممكن معاك يبقى مختلف احسن اوحش مش عارف. فجرب لو عايز تجرب تعمل كده، جرب يعني، محدش يقول حاجه. بس شكرا لكم، ونراكم في مراجعه اخرى وفي فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم وبركاته. كان معكم عمرو شريف من قناه عمرو شريف. سلام. احب اشكر اخر الفيديو مازن عرفات صديقي، ساعدني في التصوير هنا. ثانك يو مازن. الحاجات دي يعني تاخد منا مجهود كبير جدا جدا في التصوير، خصوصا احنا الحاجات دي كل حاجه بنفسنا. فطبعا احب اشكر الشخص اللي ساعدني ده. فروحوا يعني شاركوا في قناته، ساعدوه، شوفوا تابعوا حاجته. شكرا مازن.